أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آيات وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى ألا تتخذوا من دوني وكيلا وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا وإذا جاء عليك
Langgar Alihayat kepada Bapak